محاضرتنا الثانية طلاب الأعزاء الفرقة الرابعة، إن شاء الله نكمل حوارنا مع بعض في الـ Ankle Disorders. كنا خلصنا يعني نظرة كده سريعة على الأسسمنت في Ankle وبعض الـ Common Disorders زي الـ Plantar Fasciitis زي الـ Tendo Achilles Tendinopathy Retrocalcaneal Bursitis، وإن شاء الله نكمل بقية مشاكل الـ Ankle List الـ Ankle Problem List النهاردة. وهيبقى معانا غالبا الـ Most Common Injury اللي هو الانكل سبرين. انكل ذا موست كومن انجري ان سبورتس از انكل سبرين، يبقى الانكل سبرين از كونسيدر ذا موست كومن انجري ان سبورتس انجري. يبقى لو انت بتشتغل في مجال الطب الرياضي او فيلد الطب الرياضي، يبقى اكثر كومن انجري انت هتشوفها هتكون الانكل سبرين، فلازم هياخد مننا مساحة وقت شوية. في بعض الحاجات طبعا هنتعرض لها من مشاكل الانكلز اللي ما كناش تعرضنا لها برضو واحنا ماشيين في الطريق، عشان على قد ما نقدر نكون غطينا معاكم الانكل والفوت باذن الله. سريعا تاني، يعني كالعاده والمعتاد فانكشنال اناتومي ده تريند في كل المحاضرات، هنس سريع بايوميكانكس واناتومي. واذكر مش عشان احنا مش عارفين، احنا بنحب نذكر دايما فانكشن اناتومي في الانكلز هو عباره عن، مش معنى ان احنا مش عارفين اناتومي لا، هو الاناتومي بالنسبه لنا زي ما بنسال واحد اسمك ايه، فما فيش نقاش في الاناتومي ان يكون في ميس اندر، يعني مش ما فيش فرصه ان انا انسى الاناتومي. فعشان كده حتى لو احنا بنراجع في سيكشن، بنبدا اي توكس، بنبدا اي حاجه بالنسبه لنا، لازم يكون في ريفيجن عن الاناتومي. التذكره بتاعتنا النهارده الفانكشن اناتومي بتاع الانكل، انكل كونسيست اوف 3 جوينتس، هو التيلو كلورال جوينتس او الانكل، وده هينج جوينت، الانفيرور تيبي فيبولار جوينت ده سندوسموزيك سندوسموزيس جوينتس، التالي السب تيلر جوينت، يبقى الانكل والسب تيلر والانفيرور تيبي فيبولار جوينت. الانفيرور تيبي فيبولار جوينتس مع المورتس بتاع التيبيا الاثنين، الفيبولا اللي هو اللاترال ماليوس والميدل ماليوس مع الانفيرور تيبي فيبولار جوينتس عاملين المورتس اللي بتارتكوليت مع مين؟ اللي بتارتكوليت مع التيلس وتكون الانكل جوينتس. الانكل جوينتس اور تيلو كلورال جوينتس هو الانكل، هو هينج جوينت بيسمح بفليكشن بلانتر فليكشن يوني اكزيل، فبيسمح ببلانتر ودورس فليكشنز اون. الانفيرور تيبي فيبولار جوينتس ده سندوسموز. السب تيلر جوينتس ده جوينتس اللي هو بين التيلس وبين وبين الكالكينيوس، وبيسمح بالانفيرجن والانفيرجن. The telecleural joint or ankle joint is a hinge joint formed between the inferior surface of the tibia and the superior surface of the talus. The inferior tibiofibular joint is the articulations of the distal part of the fibula and tibia. والكلام ده تقريبا معروف بس احنا بنقوله تاني للتذكرة. Acute ankle injuries، يبقى الـ acute ankle injuries مش injury، injuries عبارة عن الـ most common is، لو هي بنتكلم في ligaments هيبقى عندنا اللاترال كولاترال ليجامنت او اللاترال كولاترال ليجامنتس اور انكل سبرين، هو الموست كومن انكل سبرين، اللاترال كولاترال ان ذا موست كومن. اثنين الميديال كولاترال ليجامنت، وده سبرين في مين؟ في الدولتويد ليجامنت، اللاترال كولاترال الانتيرو تيلو فيبولار والكالكينيو فيبولار والبستيرو تيلو فيبولار ليجامنتس، وهنتكلم بالتفصيل دلوقتي عليهم. النقطه الثانيه او الليجامنتس الثاني او السبرين الثاني او الليجامنتس الثاني الدولتويد ليجامنت، وده الميديال كولاترال ليجامنت سبرين. يبقى اللاترال كولاترال ليجامنتس اور اللاترال الانكل اللي هو اللاترال كولاترال ليجامنت، واحد من ثلاثه ليجامنتس، الانتيرو تيلو فيبولار الكينيو فيبولار البوستيرو تيلو فيبولار. الميديال كولاترال ليجامنت عباره عن الانتيرو تيبيو تيلر والبوستيرو تيبيو تيلر والكالكينيو تيلر والتيبيو نافيكولار ليجامنتس، هو اربعه. وبعد كده عندي ليجامنتس ثالث اللي هو عباره عن الانتيرو انفيرو تيبيو فيبولار ليجامنت، وده في السندوسموز او الهاي اوف السيفير انكل سبرين او الهاي انكل سبرين انجري. البرونيتور ديسلوكيشنز ده برضه بيصاحب بعض الاجريسيف اور سيفير انجري اوف انكلز. فراكشرز بقى الاراوند الانكلز، عندي فراكشرز الاراوند الانكل، عندي لاترال لاترال اور ميديال ماليولس، اللاترال والميديال ماليولس عندي هو البوتس فراكشرز او الباي ماليولر فراكشرز، التيلر دوم اوف ذا تيلس فراكشر اوف ذا تيلر دوم اور تيلس، التيبيال بلافوند فراكشرز بيز اوف ذا فيفث، وده افالجن فراكشرز وبقى اسوشيتد بعض الاحيان مع البلانتر فريكشن مع انفيرجن والاجريس او السيفير كونتراكشنز كونتراكشن ماسل كونتراكشن اوف اي فيرتروس اللي هي اللي قلنا ماسكين في البيز اوف ذا فيفث مين؟ البرونيا ستيرشس وبريفس. انتيريور بروسيس اوف ذا كالكينيوس، لاترال بروسيس اوف ذا تيلس، بوستيريور بروسيس اوف ذا تيلس. ديسلوكيتد انكل ده برضه بس ليس كومن، الانكل ديسلوكيشن موجود ولكن تروماتيك
التندو الرابشرز، التندو الرابشرز موست كومن، التندو اكيلس، يا ريت تبيالس بوستيرو، وبعض احيان بيبقى عندي البرونياس لونجاس وبريفس. اكزامينيشنز، احنا قلنا الاكزامينيشن المحاضره اللي فاتت، بس سريعا تاني السلايد ده تقريبا مجمع كل اللي قلناه في المحاضره، يعني في الاكزامين فيما يخص الاكزامينيشنز بتاع المحاضره اللي فاتت، يعني ده مراجعه سريعه. examination of the ankles require assessment of the degree of instability present and the grading of the ligamentous injury. يبقى هنحدد الاستابيليتي الانستابيليتي اللي موجوده والجريدنج اوف ذا ليجامنتس انجري. examination should detect functional disability such as loss of range of motion, reduce strength and reduce proprioceptive. يبقى الانستابيليتي اور ليجامنتس انجري may always associated with range of motion يا هايبر موبيليتي يا اما هايبر موبيليتي في بعض الجوينتس، فعملت اوفرلود على الجوينتس الاخر فعملت الايه كانت بريدسبوزنج فاكتورز للانجري. السيكونس بتاعت الاكزامينشن بتاعتنا listen look touch، listen look move، والموفمنت بتتقسم لاثنين active movement وباسيف موفمنت، والباسيف موفمنت باسيف فيسيولوجيكال وباسيف اكسسوري. وبعد كده هنعمل مانوال ماسل تيستنج وريزيستنس اكزامينشنز، بعد كده بنبالبيت ونفيل والفيلينج، وبعد كده نعمل سبيشال اكزامينشن والسبيشال تيست بتاعتنا. بالاوبزرفيشن انا هوبزرف الانكل من انتيريور وبوستيريور، الكلام ده عملناه في المحاضره بتاع المره اللي فاتت. هنوبزرف ستاندنج وسوباين، وقلنا البرونيتد بيبقى شكلها عامل ازاي والسوبرنيتد شكلها عامل ازاي باي اوبزرفيشن، نراجع تاني للتذكره. والكلام ده هنشوفه دلوقتي واحنا بنعمل اكزامينشن بتاع الانكل سبرين. بعد كده اكتف موفمنت، الاكتف موفمنت الموفمنت اوف ذا انكل عباره عن بلانتر دورسي، ايفيرجن ايفيرجن، ابدكشن ادكشن. السوباينيشنز تشتمل على بلانتر انفيك بلانتر فليكشن انفيرجن ادكشن، البرونيشن تشتمل على كومبايند موشن دورسي ايفيرجن ابدكشن. باسيف موفمنت هنعمل باسيف موفمنت في باسيف فيسيولوجيكال موفمنت وباسيف اكسسوري موشن. الباسيف فيسيولوجيكال اللي هو البلانتر الاستوكينيماتكس للدورسي دورسي بلانتر ايفيرجن ايفيرجن. الباسيف اكسسوري نعمل اسيسمنتس للانتر ارتكولار جوينت موشن بتاعت كل الجوينتس اوف ذا انكل اند فوت. ريزيستنت موفمنت هنعملها الوقت كلها للدورسي والايفيرتور والابدكتور والادكتور ماسل عشان اعرف الكوز اوف بين از ويكنس نيورال ولا ماسكولار، يعني الكوز ويكنس، الويكنس ده نيورال كوز ولا ماسكولار كوز، ونشوف الكلام ده كله بقى ان شاء الله مع بعض دلوقتي. البالبيشن او شفناه امبارح بس هنعيد تاني، هنذكر او المحاضره اللي فاتت بس للتذكره تاني. بالبيشن البوينت اوف بالبيشنز عندي الديستال فيبولا عشان ده الاورجن بتاع الانتيريور بوستيريور والانفيريور تيلو فيبولا، الانتيريور بوستيريور تيلو فيبولا ليجمنت وكي فيبولا ليجمنت والانتيريور انفيريور انتيريور انفيريور تيبيو تيلر تيبيو فيبولا ليجمنت اللي هو بتاع سندوس موزيك او انفيريور تيبي فيبولا جوينتس، ده اللور ان فيبولا. لاترال ده الديستال فيبولا ده اللاترال مالولوس، والديستال فيبولا عشان لو كان في فراكشرز او القصه دي. واللاترال البالبيشن تاني بقى ناخد الفيبولا لاترال بارت بتاع الفيبولا، وبنزل عند عن اللاترال مالولوس، عند اللاترال مالولوس فيها الاورجن بتاع الليج او الاورجن بتاع الثلاثه ليجمنتس الانتيريور والبوستيريور الانتيريور تيلو فيبولار والكالبوستيريور تيلو فيبولار والكالكينيو فيبولار. لو دخلت ميديال هلاقي الحته اللي هي البوينت البوينتنج تيست او البوينت تيست اللي هو الانسرشن اللي هو الحته اللي معدي فيها مين الليجمنت بتاعت الانتيريور انفيريور تيبيو فيبولار ليجمنتس. لو نزلت تحت شويه ده اللاترال ليجمنتس كلهم احسهم برضو الانتيريور والكالكينيو والبوستيريور. بعد كده اخد التيلس، لو رجعت ورا لللاترال ماليوس ممكن احس البرونيال تندونز اللي هو اللونجس وبريفس بوستيريور وتيرشس انتيريور. بيز اوف ذا فيفس وده في الانسرشن بتاع الاثنين تندونز اوف ايفيرتورز، اثنين تندونز بوست ذا تو تندون اوف ايفيرتورز اللي هي عباره عن البرونياس تيرشس اند برونياس بريفس. بعد كده انتيريور جوينت لاين وده معدي فيه الثلاثه تندونز من ميديال لللاترال، التيبياليس انتيريور لاترال ليها الاكسنسور هالوشوس لونجس، لاترال ليها الاكسنسور ديجيتورم، وبعد كده في بطء عن الاكسنسور تاكرم ورايح مكمل عند الفيديو ده البرونياس تيرشس. الدوم اوف ذا تيلس ميديال ليجامنتس، بعد كده الدوم اوف ذا تيلس هدخل بقى ميديال هلاقي الدوم اوف ذا تيلس، بعد كده ميديال ليجامنتس والساينس ترساي، ساينس ترساي ده اللي بنسيرت فيه الليجامنتس اللي بين التيلس وبين الكالكينيوس اللي هو السيرفيكال ليجامنتس والانتر اوسيوس ليجامنتس. فانكشنال تيست اللي هعملها اللانجز تيست عشان اشوف الرينج اوف موشن من ويت بيرنج. النقطة الثانية الهوبنج تيست عشان اشوف الويت بيرنج والجراوند رياكشن فورس والالم هيقدر العيان يعمل فانكشنال تيست ولا لا. كلينيكال بيرنج ويز ان اكيوت ليجن ذا بيربز اوف اكزامينيشنز، الهدف من الاكيوت في الاكزامينيشنز في الاكيوت ستيج رول ان ولا رول اوت، وين ده الهدف الاصلي.
When an acute examination, the purpose of the examination is to try to determine if a serious injury might have occurred and whether there is a need to refer the patients back for further medical examination or treatment. يبقى انا بعمل examination اقول عنده رول ان ولا رول اوت، يعني عنده يدخل معايا في العلاج وعلاجه علاج طبيعي ولا في ريد فلاج، في فراكشرز، في ليجامنت تيرز، في احوله. Due to the acute pain and inflammatory state, the tissue of the acute stage, tissue in the acute stage, the physical examination may be need to be modified. لازم الاكزامينشن بتاعتنا زي ما قلنا ومتفق معانا احنا ما بنوجعش العين باي شكل من الاشكال، حتى البروفيكيشنز ولا الاستريس تيست اللي بنعملها عشان نبروفيكيت نعمل انكريزنج للبي فناكد ان العين عنده المشكله دي او لا، نخليها في الاخر. ولو عملناها according to the patient irritability، ما بنعملهاش نوجع العين والعين نروح ما نمشي، لا بنعملها حسب قدره واحتمال العين. By inspection من standing first look، يعني هبص على العين بالمنظر ده وبصيت على الانكل اللي هو الشمال وليس اليمين، هلاقيه كالكينيو فيروس. كالكينيو فيروس. Assessing foot alignment، فيروس hind foot alignment may be predisposed to recurrent ankle sprain. طالما العين ده عنده كالكينيو فيروس، كالكينيو فيروس مين؟ ان العين ده over high arched feet، supinated feet. لو بصيت عليه وانا باصص من ورا هقدر اشوف الصبع الكبير بتاع مين، يبقى فور فوت ادكشن اور فيروس. هايند فوت فيروس، يبقى فور فوت فيروس اور ادكتد فور فوت، والفوتوس كلها فوت، فانا قادر اشوف الصبع الكبير لو بصيت من ورا كده والمنظور بتاعي، احنا قادرين نشوف الصبع الكبير بتاع الرجل الشمال، لكن الرجل اليمين مش قادر احدد. دي نقطه رغم انها فيها سوباينيشن برضه، بس دي اوفر سوباينيشن، معنى كده ان الرجل دي هايلي بريدسبوزنج انها يحصل لها ريكرنت انكل سبرين. هنبص حاجه تانية، لو بصيت على الليفل بتاع اللاترال ماليوس بتاع الرجلين الاثنين، هلاقي في رجله الشمال داون، اللاترال ماليوس داون، وده معناها ان التيبيا مور اكسترنال روتيتد، السوباينيشن اسوشيتد ويز اكسترنال روتيتد، وده معناها اكسترنال تيبيا اكسترنال فيمر تايت اكسترنال تايت تايت بايروفورمز وجلوتس ماكسيمس، السيناريو اللي احنا عارفينه بتاع الاسندنج شين. التريتمنت بتاعي في العيان ده ستريتشنج كاف ستريتشنج كاف ستريتشنج كاف استرينسنج دورسي ايفيرتورز. وفي الحاله دي من ضمن القلق اللي ممكن تخلي بالك منها او زي ما بقول التريكات اللي تاخد بالك منها قوي وانت بتعالج العيان ده، تبقى عارف مع العيان بالمنظر ده بالمنظر ده ان عنده تايت كاف ماسلز، والتايت كاف ماسل هيبقى سكندري للديسفانكشن اللي موجود في الفور في الميد فوت والفور فوت جوينتس، يعني الجوينتس بتاعت السب تيلرز الميد ترانس تارسل الكالكينيون كيبويد والكالكينيون افيكولر والتارسو ميتافارسال جوينتس كلها فيها ديسفانكشن. يبقى انت لازم تشتغل موبيلايزيشن اكسرسايز موبيلايزيشن اكسرسايز وتاسس الارثروكينيماتكس والاوستيوكينيماتكس والارثروكينيماتكس اوف ذا ميد فوت اند فور فوت. باسيف واكتف، اكتف فيسيولوجيكال وباسيف فيسيولوجيكال واكتف اكسسوري وباسيف اكسسوري، وهيبقى بالتمام موبيلايزيشن تو امبروف الدورسي فليكشنز الدورسي فليكشنز الدورسي فليكشنز الايفيرشن الابدكشن الدورسي ايفيرشن ابدكشن. هنمبروف الثلاثه عشان نمبروف مين البرونيشنز ونسترنس الدورسي والايفيرتورز. طالما عملنا موبيليتي يبقى لازم استابيليتي، ده الاستراتيجيه اللي بعده. باي انسبكشنز ممكن ابص لو لقيت الايكيموزس بالشكل ده كده يبقى ده سيفير انكل سبرين جريد 2 او جريد 2، يعني 2 رايح على 3 بيور بيكون 3 او لحد ادنى 2. ده الصوره الاولانيه لاترال انكل سبرين. الصوره الثانيه اللي على اليمين ده ما يقلش عن جريد 3 وما بيكون عنده سندسموديك انجري، يعني عنده هاي انكل سبرين وما بيكون عنده انفيريور تيبيو فيبولر جو انفيريور تيبيو فيبل انفيريور انتيريور تيبيو فيبولر ليجمنت سبرين. ده احنا كنا لما كنا بنعمل اكزامينشن للركبه كنا بنقول عين الركبه اللي هي النقطتين بتوع الفات باد اللي اراوند الباتيلر تندونز، في نقطتين زيهم عندنا لو بصينا على رجلنا اليمين اللي هم العرقوب اللي موجودين عند رجل اليمين موجودين قادر اللي هو تندو اكيلس نازل ومفيش افيوجن. لو بصيت على الرجل الشمال هلاقي الايكوموزس فولوينج سيفير انكل سبرين اون ذا ليفت انكل في الرجل الانكل اليمين، والانكل مسطح والدنيا كلها الافيوجن جمع انتيرو ورجع بوستيرو ولف حوالين الانكل كله. ده انديكيتور لسيفير انتر ارتيكولر او سيفير انكل افيوجن سيفير انكل افيوجن. الصوره اللي بعدها النقط بقى اللي اقدر اعمل لها بالبيشن وانا بفيل
لو لاترال هو الموست كومن لاترال انكل سبرين، الانتيريور انفيريور تيبيو فيبولار ليجمنت، عشان اكونسيدر هاخد الاول الكابالبيشنز من البالبيشنز في نقط معينه بالبيل، باخد الانفيريور بارت او سير بتاع الفيبولا لاترال ماليوس، وبعدين احس المسافه او البوينتد بالبيشنز او البوينت تيست، واحس النقطه ما بين التيبيا والفيبولا عشان الانتيريور انفيريور تيبيو فيبولار ليجمنت، وبعدين انزل اخد الانتيريور تيبيو الانتيريور تيلو فيبولار ليجمنت، وبعدين الكالكينيو فيبولار ليجمنت. ولو رجعت ورا في الجروف اللي هو ورا هلاقي التندنز بتاع، الاقي الانفيريور البوستيريور تيبيو فيبولار الانفيريور البوستيريور فيبولو تيلر ليجمنتس، ورا اللاترال ماليوس معدي التو تندنز بتاع التيبياليز البرونياس بريفس ولونج بريفس ولونجس. لو كملت انتيريور هلاقي البيزو بزافيس متاترس اللي هي رقم 5 اللي هي رقم 4، يبقى الانتيريور انفيريور تيبي فيبولار ليجمنت، الانتيريور تيلو فيبولار ليجمنت، الكالكينيو فيبولار ليجمنت، والبيز اوف ذا فيفث ده كابل بيشنز. السبيشال تيست اوف ذا انكل خدناهم امبارح وبنذكر تاني، هيبقى عندي الانتيريور درور تيست، وده بأسس الانتيريور تيلو فيبولار ليجمنت، اللاترال تيلر ليجمنت بأسس الكالكينيو فيبولار، والانتيريور تيلو فيبولار ليجمنت. البروبروسيبتيف اسسمنت اللي هو البروبروسيبتيف اسسمنت سنس اوف بوزيشن اند سنس اوف موفمنت نوت بالانس، ده الانتيريو درور تيست اللي في الصوره اللي على الشمال. انتيريو درور تيست بثبت التيبيا وبشد التيلس، التيلر تيلت زي ما في الصوره اللي على اليمين، باخد الكالكينيوس بالتيلس وهاسس الكالكينيو فيبولر. لو قلنا الفيبولا اللي فوق الصنب بتاعه ده الكالكينيو فيبولر، ومعايا طالما الانكيب ده اللي بيعمل استريتش يعني الكالكينيو فيبولر بيستريتش على الانتيريو تيل فيبولر رينج. كالكينيال تيلت نفس القصه، باسس الانتيريو تيل فيبولر دم كالكينيو فيبولر ليجمنتس، التيلر تيلت باسيست الكالكينيو فيبولر والانتيريور تيلو فيبولر ليجامنتس. بعد كده فيجر اوف 8 تيب ميثود، ده بيعمل اسيسمنت للجوينت افيوجن واشوف حجم الافيوجن عشان اشوف ان انا العين بتحسن ولا بتحسنش، او اقدر حد منه السيفيريتي بتاع الافيوجن. ذا بوينت تيست ده التيست اللي هو بين التيبيا وبين الفيبولا، وباسيس بيه مين؟ باسيس بيه الانتيريور انفيريور تيبيو فيبولار ليجامنتس، وده بيأسس السيفيريتي بتاع الانكل سبرين اور هاي انكل سبرين. الفيبولار ترانسليشن تيست ده بيأسس بيه الاستابيليتي بتاعت الانفيريور تيبي فيبولار جوينتس. كروس ليج تيست الهاي بيأسس برضه السندوسموزيك انجري، وبأسس الانفيريور تيبي فيبولار جوينت والسيفير تيبي فيبولار جوينت. البوستيريور درور تيست بيعمل سبيشال تيست تو اسس البوستيريور تيبيو البوستيريور تيلو فيبولار ليجامنت اللي بين التيلس وبين الفيبولا، البوستيريور تيلو فيبولار ليجامنتس. الهيل سام تيست ده بيأسس الفراكشرز اوف ذا انكلز والتيبيو والفيبولا كفايبريشنز. سكويز تيست تو اسس الفراكشرز والسندسموديك انجري. Anterior drawer test test for ligaments instability mainly anterior tibiofibular ligament integrity but can also test the calcaneofibular and posterior tibiofibular depending on the severity. بس هو mainly لمين؟ لل anterior tibiofibular ligament. ده ال anterior drawer. Ankle must be relaxed. Ankle in slight plantar flexions. ليه plantar flexion؟ عشان ده loose back position or open back position of the ankle joints. التيلر تيلت بيعمل assessment anterior tibiofibular ligament calcaneofibular ligament. الكلام ده قلناه. توماس تيست ده بأسس الانتجريتي بتاعت التندو اكيلس، لما بيعمل كومبريشنز اور سكويزنج على الكاف ماسلز بيحصل ايه؟ بلانتر فليكشنز اوف ذا انكل. البيشن بوزيشنز فور ذا توماس تيست ده تومسون تيست، ان انا بعمل فليكشن ني، فالمفروض الانكل لو هو فيه تير في التندو اكيل اللي هو مع الفليكشن يروح بلانتر فليكشن، لو الانكل فيه تير في التندو اكيلس هيروح في بلانتر يروح في دورسي فليكشن. Ankle draw ankle dorsiflexion during lunges with geniometer to assess the limitations of the ankle joints or range of motion of ankle joints while isolating the gastrocnemius to know if the limitations of the ankle range of motion is due to soleus or gastrocnemius. ده واحد. اتنين، اقدر منه اعرف ان الليميتيشنز بتاع الانكل جاي من نفس التيست ده انترا ارتيكولار اكسترا ارتيكولار. لو انا عملت بايلاترال سكوات
وابص على السكن بتاع السكن كريزيس بتاع الانكلز، المفروض ان يكون في سكن كريزيس التانية مع الليميتيشن. لو المشكله جايه من نيم الانكل، لو المشكله جايه تايتنس مش هلاقي الكريزيس اصلا، يبقى المشكله الماسلز مش هتسمح انه يحصل التانية دي. لاترال ليجامنت انجري، ليجامنتس انجري اراوند ذا انكل جوينتس ار امونج ذا موست كومن سبورتنج انجري especially in jumping sports, baseball, basketball, volleyball. Lateral ligament injury occur in activity involving rapid changing in the direction, especially on or even surface. وعشان كده احنا بنتكلم في المحاضرة اللي فاتت كنا دايما بنقول كل البري ريسك او بري ديسبوزنج فاكتورز تو الكوما تو الانكل انجري از changing تغيير ارضية الملعب، انه يغير ارض الملعب، يغير الشوزه او الستايل بتاع الشوز اللي بيلبسها، انه يتمرن على ارض ان ايفن سيرفيس اور هارد اور هارد جراوند. زير ار اولسو سين وين كونتاكت ويز انذر كومبيتيتور فيت كوزز امبالانس ان ذا جامبنج اور لاندنج. جريد جريدنج سيستم بتاع الانكل سبرين هو بارشال تير ان كومبليت تير اور كومبليت تير وجريد 1 2 3 4 جريد 1 2 3 وفي 4 بس هو 4 مش معتمد، هو دايما 3 جريدنج سيستم بتاع الانكل سبرين او الليجنت سبرين 1 2 3 1 يعني تقريبا اوفر جاست ستريتش على بعض الفايبرز ورجعت كلها تاني وده ما فيش اي مشكله خالص. مايل تندرنس اند سويلنج ده الساين والسيمبتومز بتاعته. سلايت اور نو فانكشن سلايتلي اور نو فانكشنال لوس patient is able to bear weight and ambulate with minimal pain no mechanical instability negative clinical stress testing أو examinations ده في الـ grade 1 grade 2 incomplete tear وده moderate pain swelling mild to moderate ecchymosis tenderness over the involved structure some loss of motion and functional patient has pain with weight bearing and ambulations. يبقى العين اللي عنده ألم لما بيحط رجله في الأرض ويحمل عليها، وعشان كده قلنا المؤشر للأنكل dysfunction إنه بيمشي abnormal gait pattern to heel gait مش heel to toe gait. mild to moderate instability يبقى positive stress examination test هيبقى positive finding. complete tear and the loss complete tear or grade 3 loss of integrity of the ligaments severe swelling more than 4 cm above the fibula ويطلع لحد 4 سم above the fibula above the fibula severe ecchymosis loss of function and motion patient is unable to bear weight ما يقدرش يحط رجله في الارض or ambulation mechanical instability moderate severe positively of the clinic positive يعني كل السبيشال تيست بتاعت الانكل severe positive. الليجمنتس اوف ذا انكل او اللاترال كولاترال ليجمنتس عباره ده الانتيريور تيبيو تيلر ليجمنت اللي فوق بالعرض، بعد كده اللي تحت منه الانتيريور تيبيو تيلر تيبيو فيبولار ليجامنت، وبعدين الكالكينيو فيبولار ليجامنت، ومن ورا البوستيريور تيبيو البوستيريور فيبولو تيلر ليجامنت فيبولو تيلر ليجامنت. يبقى الليجامنت بياخد مسمى من العظمتين اللي ماسك بينهم، يبقى الفيبولا مع التيلر انتيريور بوستيريور، الفيبولا مع الكالكينيوس فيبولو كالكين. ده جاست بارشال تير اور سترينز على الانتيريور فيبولار ليجامنت، ده يعتبر جريد 1 just stretch بعض الفايبر stretch ورجع تاني. جريد 2 الكومبليت تير بتاع الانتيريور تير فيبولار ليجامنت وتير في الكالكينيو وبارشال تير في مين؟ في الكالكينيو فيبولار ليجامنتس، يبقى ده جريد 2. جريد 3 يبقى جريد 1 سبرين از كاركترايزد باي ستريتشنج اوف ذا انتيريور فيبولار ليجامنت اند كالكينيو فيبولار ستريتش على الانتيريور والبوستيريور الكالكينيو فيبولار ليجامنت 2 ستريتش بس. جريد 2 تير في الانتيريور فيبولار ليجامنت الانتيريور تيلو فيبولر ليجامنت وستريتش وبارشال تير في مين؟ في الكالكينيو فيبولر. جريد 3 عباره عن تير في الانتيريور تيلو في الانتيريور تيلو فيبولر ليجامنت والكالكينيو فيبولر وستريتش على بارشال تير وستريتش على مين؟ على البوستيريور تيلو فيبولر ليجامنت. انكل سبرين الانكل سبرين كوز اكسسيف انفيرجن كوزد باي اور ذا مين كوز اوف انكل سبرين از excessive inversion or eversion. لو هو medial ankle هيبقى eversion، لو lateral هيبقى inversion. sign والsymptoms بتاع السبرين عموما كان medial or lateral عبارة عن point tenderness swelling discolorations or ecchymosis laxity inability to walk or run probably extent based on degree.
الرننج والتحميل على حسب حسب الجريدنج، يعني جريد واحد يقدر يمشي، جريد اتنين يقدر بارشال ويت بيرنج يحمل وعنده انتاج الجيت، جريد تلاته نيفر ايفر يقدر يحط رجله في الارض. يبقى دايما والبروتوكول في تريتمنت ترايس ريهابليتيشنز اميديت جريد تلاته ريكوايرد ايموبلايزيشن، يعني جريد تلاته دايما يحتاج ايموبلايزيشن، جريد تلاته دايما يحتاج مين؟ ايموبلايزيشن، ايموبلايزيشن التثبيت. بريفنشن سترينسنج اكسرسايز بروبابل شو اكيبمنت، يعني البريفنشن بتاع الانكل سبيرنج بروبوسيبتيف تريننج والسترينسنج اكسرسايز والفلكسبيتي بتاعت الجوينت ماسلز اراوند الانكل ومينتين الارثرو اند اوستيوكينيماتكس اوف اول جوينت اوف ذا ني اند اوف انكل اند فوت. لاترال انكل سبرين، لو قلنا الايكو موديل زي ما في الصوره فوق، جريد 1 ما يبقاش عنده، يبقى عنده جاست مايلد سويلنج مش بالشكل ده كده. الميكانيزم اوف انجري انفيرجن اند اور انفيرجن اند بلانتر فليكشن، الموست كومن انجري في جريد 1 الانتيريور تيلو فيبولار ليجمنت، ده الموست كومن سبرين. سويلنج اند ايكوموزيس فولينج سيفير سبرين اوف ذا ليفت انكل. ساين سيمتومز اوف ساين اند سيمتومز اوف جريد 1 مايلد بين، مايلد بين الموست كومن افكتد ليجمنت الانتيريور تيلو فيبولار ليجمنت، في بوسيبل سويلنج، fast recovery to full weight bearing and range of motion, no joint laxity. يبقى العيان ده بيبقى عنده الجريد 1 بيبقى عنده مايلد بين، الموست كومن ليجامنت هو ستريتش بس على الانتيريور تيلو فيبولار ليجامنت وميبي كالكيني فيبولار معايا بس ستريتش مش تير. بوسيبل سويلنج، fast recovery to full weight bearing، يقدر يقدر يحمل ويريكفر to full weight bearing and range of motion early, no joint laxity. جريد 2 هو مع بالاضافه للحاجات بتاعه جريد 1 سيم از جريد 1 مور سيفير، زيه زي جريد 1 مور سيفير، والانفولفمنت بتبقى الانتيريو تيلو فيبولار ليجامنت والكين فيبولار ليجامنت، ويقدر يعمل بارشال ويت بيرنج لكن ما يقدرش يمشي زي طب ال1 يقدر يمشي، اثنين بيمشي بانتريك وبيحمل بصعوبه. ميبي عنده جروس بليت انفولفمنت، موست كيسز اكس راي نيدد، في معظم الحالات نحتاج اكس راي. جريد 3 بقى، جريد 2 سوري، العيان طبعا قلنا من الحاجات اللي دايما مرتبطه بالليجامنتس انجري فيلت ابوب، زي ما قلنا كليكنج مع الفايبرو كارتريج زي السلاب زي المانيسكاس، بوبنج مع الليجامنتس انجري، كريبيتيشن مع الاوسترو ارثرايتس، كلانج مع المالتي مالتيبل ليجامنتس انجري اور ديسلوكيشنز. ده النويز او الساوندز اللي بنسمعها اراوند جوينت اسوشيتد انجري، ودي دايما بنعرفها من العيان اثناء الهيستري تيكنج، واحنا بناخد التاريخ المرضي بتاع العيان بنعرف الكلام ده منه. طقت، حسيت ببوبنج، حسيت بحاجه بتطق، حسيت بحاجه فصلت من بعضها، حسيت بصوت، رجل علق كده يعني. رابيد سويلنج، ديكريز رينج اوف موشن، لاكست ان جوينت، انيبل تو فول ويت بيرنج، انيبل تو فول ويت بيرنج، مش قادر احط، مش قادر احمل رجله، لكن جريد 1 يقدر يعمل فول ويت بيرنج. ده جريد 3 بقى، ده سيفير انكل سبرين، والجريد 3 رابتشر اوف ليجامنتس، هيبقى في قطع في الليجامنتس اللي هم الانتيريور تيلو فيبولار كالكيني فيبولار وسبرين اور ستريتش على البوستيريور تيلو فيبولار ليجامنتس. اكس راي از ان، الاكس راي في الانكل سبرين جريد 3 از مانداتوري، الاكس راي في جريد 2 تفضل، يبقى في جريد 2 يفضل ان احنا نعمل اكس راي اهي. موست اوف كيسز نيد اكس راي، الاكس راي في جريد 3 از مانداتوري، الاكس راي في جريد 3 از مانداتوري، الزاميه واجباريه، لان في بعض معظم موست حالات الانكل سبرين جريد 3 بتبقى اسوشيتد ويز فراكشرز، يا لاترال ماليولس، يا فراكشر، يا تيبيال بلافون، يا اما التيلس، يا اما البيزو زافيس. جريد 3 فيلت اور هير ابوب، بيحس اور بيسمع بوب، اكستريم بين، اكستريملي رابيد سويلنج، وبتورم بساعتها نو رينج اوف موشن، ما يقدرش يعمل اي رينج اوف موشن. الجريد 1 بيبقى ليميتد سيفيرلي ليميتد، جريد مين 2 جريد 3 ما فيش رينج اوف موشن اصلا، ما بيسمعش يتحرك ايده اصلا، يقدر يحرك انيبل تو فول ويت، انيبل تو، ما يقدرش يحط رجله في الارض، وسيفيرلي سويلنج، وسيفير سويلنج اند رابيد سويلنج ديفلوبمنت.
لو بصينا عند الفيبولا وتحت التيبيا من تحت عند اللور اند فيبولا اللي هو اللاترال مالوس كده، هنلاقي فيه شبه كسر. انا مش عارف الماوس ما بتشتغلش، بس هو تقريبا المكان ده كده، انا مش عارف اجيبها ازاي بصراحة، في المكان ده كده بالظبط عند اللاترال فيبولا هتلاقي زي شبه فراكشر كده، انتيرير بوستيرير فيو اوف ذا انكل فولوينج ان انكل سبرين لاترال اوستيوكوندرال ليجن. ده الاوستيوكوندرال ليجن، مي بي العيان زي الاوستيوكوندرال ليجن اللي بتحصل في في الاي سي ال، ولا بيحصل اوستيوكوندرال ليجن وبون بروزنج، نفس الكلام بيحصل في الانكل سبرين. ده شكلها الايكوموزيس اهي، والاوستيوكوندرال ليجن الاسوشيتد ويز مين؟ ويز انكل سبرين. الليجامنتس اهو مقطوع اهو اهو، الفيبولا والانتيريو تيبيولا مقطوع، المفروض فاتله سودا مكمله مش مكمل، وادي الاندس، وده الاوستيوكوندرال ليجنز تحت مين؟ في الدوم بتاع التلس. وده شكلها في المنظار. انكل سبيشال تيست اكسلنر روتيشن ستريس تيست تو اسيس السندوسموزس اور هاي انكل سبرين. الانفيرجن انجري بتجيب الانتير اسوشيتد معاها اللاترال كولاترال لاترال انكل لاترال انكل ليجامنت هي الانتير وتيلو فيبولار ليجامنت والكالكينيو فيبولار وبستيلو تيلو فيبولار، ومي بي اسوشيتد مين؟ لو هي هاي سبرين، لو هي هاي انكل سبرين بالانتير انفيرو تيبيو فيبولار ليجامنت. Inversion sprain 85% of all sprains happen during loading and unloading of the ankle. يعني بيحصل أثناء loading وال unloading of the ankle. لو أنا الليجن جت أثناء ال plantar flexions هتبقى plantar inversion، هتجيب الأنتير والكالكينيوم. لو جابت جت أثناء النيوترال بتجيب الأنتيري والكالكينيوم. لو جابت أثناء الدورسال، الدورسال ما بيجيش غير في الدورس البوستيريور تيبيو تيلر البوستيريور فيبيلو تيلر ليجامنت، ما يجيش غير بحضور سيفليكشنز. الانتيري والكالكينيو يجي مع بلانتر اور نيوترال. برونياس بريفس بيز اوف ذا فيفس، البرونياس لونجس معديه من ورا، البرونياس بريفس الانسرشن بتاعها في البيز اوف ذا فيفس، والبرونياس تيرشس جاي انتيري، لان البرونياس تيرشس من انتيري وبتنسرت برضه في البيز اوف ذا فيفس. البرونياس لونجس معديه من بي من الكيوبيتال تانل، من سوري استغفر الله، من الكيبورد تايلز، ومع دي راح تنسيت في البيز اوف ذا فيرست ميتاتارسي. لاترال ستراكشر انكل الانتيريو انفيريو تيبيو فيبولار ليجامنت، الانتيريو تيبيو فيبولار ليجامنت، الكالكينيو فيبولار ليجامنتس، البرونياس بريفس بيز اوف ذا فيفس، وعندي حضرتك البرونياس لونجاس تندونز. جوينت ستابيليتي زي ما احنا معتاد بالنسبه لنا ومفهوم بالنسبه لنا، الجوينت ستابيليتي تعتمد على ثلاثه كومبوننت، باسيف اكتف موتور كنترول. الباسيف عباره عن البوني كونفيجريشنز والليجمنت والجوينت كبسول، الاكتف عباره عن دايناميك ستابلايزر. دايناميك ستابلايزرز اوف ذا انكل از دورسي والايفيرتورز، لان كلوز باك بوزيشن اوف ذا انكل از دورسي فليكشن ايفيرجن ابدكشن، الاوبن باك بوزيشن از بلانتر انفيرجن ادكشن. تمام حضرتك؟ لذلك عشان اعمل موبيليشن لاي انكل او اعمل باسيف جلايد اور باسيف موبيلايزيشنز اور اسسمنت اوف باسيف اكسسوري موشن، لازم الانكل يكون في بلانتر فليكشن رينج اوف موشن، بلانتر فليكشن ديجري، سام ديجري اوف بلانتر فليكشن. يبقى الشيب اوف ذا بون، الليجامنتس، سترينثنج اوف ذا ماسلز، والبروبروسبت. بوني انكل جوينتس التيلس التيبيا والفيبولا والتيلس، الفيبولا والتيبيا عاملين المورتس، والتيلس بتبقى كونكيف سيرفيس ارتكوليتد ويز مين؟ ذا كونكيف سيرفيس ويتش از كومبوزد اوف تيبيا اند فيبولا. دي خلصناها. في الاسسمنت اند انكل سبريد جنرالي ميكانيزم اوف انجري، يعني بسرعه عشان نعمل اسسمنت يبقى ناخد الهيستوري الميكانيزم وين وين لما قلنا كنا بنقول الميكانيزم اوف انجري او الهيستوري لازم اعرف فيه وير وين هاو الانجري حصلت، البين فين، here feel anything injured before فيها ال past history، continue with activity قدرت تكمل الاكتيفيتي بتاعتك ولا رجعت على طول مش حاصل في الارض. هنعمل بعد كده بعد ما نسمع هنبص by inspections، بعد ما نبص by inspections هن move active وباسف، واكتف physiological وباسف باسف physiological وعن باسف accessory، وبعد كده نعمل ايه البالبيشن بتاعنا والسبيشال تيست بتاعتنا. inversion one area of tenderness no sensations
no sensation of tearing or feeling unstable, full range of motion with discomfort or an active plantar flexion and inversion. Stand isolate to check for pain in ankle or leg. هتوقف يا عم تحس الانكل في الليج. Walk to the sideline if athlete can walk without a limp. Inversion sprain at least to area of pain. Here لازم يكون عشان تبقى تقول inversion sprain لازم يكون at least to area of pain. Here or feeling a tear, سمع painful ankle, limitation of plantar flexion and the inversion. Check to see if the athlete can stand. Determine whether the pain is located, leg pain, non-weight bearing. If they can walk, put limb, remove non-weight bearing. Clinical bearing. Patient with an ankle injury usually avoid the normal heel to toe gait, progression to decrease weight bearing, and the painful ankle dorsiflexion. Instead, the patient is likely to adapt the toe-to-heel progressions with varying amount of hip circumduction and external rotation, or lower leg, or stiffish gait, or high stiffish gait, to further unload to further unloading the ankle. ده قلناها البارشال تير بقى associated with mild tenderness and swelling, slight or no functional loss, no mechanical instability. ده جريد واحد. جريد اتنين moderate pain and swelling, mild to moderate ecchymosis, tenderness over involved structure, mild to moderate instability, mild unilateral positively of clinical stress examination, severe بقى severe swelling, severe ecchymosis, loss of functional and motion, mechanical instability, positive, severely positive of the clinical stress examination. Grade 1 ankle sprain, rise, return to play, tip to play خلال 24 ساعة من 48 أو 24 ساعة خلال 24 ساعة. ده المتوسط بتاعها يعني نقول احنا بنقول في المعتاد من 48 ل 72 ساعة. جريد 2 انكل سبين رايس كومبريشن وورد كراتشز 24 اور ري ايفالويت 24 اور ريفير تو دكتورز ولازم نعمل اكس راي. جريد 3 برضه هنريفير والاكس راي از مانداتوري والكراتشز ومش هحط رجله في الارض. ده انواع السبلينتس ممكن اعمل بالتيب ريجيد تيب او ممكن اسبلينت بالهنجد انكل اللي هو بيسمح بلانتر ودورس فليكشن نو ايفيرجن او ريفيرجن سبلينت. انيشال مانجمنت تريتمنت بقى انيشال مانجمنت ذا انيشال مانجمنت اوف لاترال ليجامنتس انجري ريكوايرز ذا رايس اللي هو ريست ايس كومبريشن اليفيشن ريجيم. ذيس از بروبابلي ذا سنجل موست امبورتنت فاكتور in treatment particularly with grade 1 and 2 injury as well as hot shower heat rubs. يبقى احنا دايما بنستخدم الرايس ريست ايس كومبريشن اليفيشنز مع جريد 1 و2 انكل سبرين. ده الانيشال مانجمنت. 2 ريدكشن اوف بين ده من الجزء بتاعتنا ريدكشن اوف بين اند سويلنج. البين اند سويلنج كان بي ريدوسد ويز ذا يوز اوف الكتروثيرابيوتيك موداليتيز زي التنس الانترفيرنشال ستيميوليشن ماجنتيك فيلد ثيرابي. انالجيزيك مي بي ريكوايرد انالجيزيك نوت انتي انفلاماتوري انالجيزيك نوت انتي انفلاماتوري ريكوايرد جنتل سوفت تيشو ثيرابي اند موبيلايزيشنز افتر ذا فيرست 48 اورز اولسو مي هيلب تو ريدوس بين. يبقى انا هريديوس البين والافيوجن عن طريق التنسل ايس الكتريكال ستيميليشنز انترفيرنشال الكترومغنيتكس انالجيزيك ده كله هيقلل مين البين والسويلنج. ريستور فور رينج اوف موشن ذا بيشن مي بي نون ويت بيرنج on crutches for the first 24 hours but should then continuous partial weight bearing لازم يكمل partial weight bearing normal heel to toe gait ونرجع نرجع normal pattern of the gait ده مع البروجريشن بتاعته انه يقدر ومفيش swelling ومفيش pain. muscle condition ده السيكونس بتاعتنا يبقى الاول initial treatment وبعد كده هنعمل البين والافيوجن بعد كده هنعمل muscle conditioning. The muscle condition strength exercise should be concerning as soon as pain allow. Active exercise should be performed initially with gradual increasing resistance. Exercise should include gradual increasing resistance. Exercise should include plantar flexion, dorsiflexion, inversion, eversion. Strengthening is particularly important in the prevention of further lateral ligaments injury. Weight bearing exercise should be commenced as soon as possible.
احنا ازاي المعتاد بالنسبه لنا، احنا بنعمل كلمات والكلمات بنعمل منها جمل مفيده. الاكسرسايز اللي في السير النان ويت بيرنج كلها كلمات، يعني بعمل سترينسنج للفليكسورز اكستنسور ابداكتورز هيب اكسترنال روتاتور هيب دورس فليكشنز اي فيرجن ابداكشن دورس فليكشن واي فيرجن انكل بلانتر والدورس فليكشن انكل الفيكسابيلتي بتاعت الماسلز الباسيف تكنيكس تو ريستور الرينج اوف موشن اراوند الانكلز تو امبروف الدورس والايفيرجن والابداكشنز، ده كله بيتعمل. وبعد كده ابدا الويت بيرنج اكسرسايز برين داز نو ثينج اباوت موشن بات نو ثينج اباوت موشن، لازم الاكسرسايز دي كلها تتحول من على السرير للارض بالويت بيرنج. ريستور بروبوسيبتيف بروبوسيبتيف ريتيرنينج اكسرسايز كان بي كونتينوين ايرلي ان ذا ريبيتيشن بروجرام اند شود بي جراديولي بروجريس فور فروم بالانسنج تو وان ليج ذن يوز روتيتور روكر بورد اند التيميتلي تو فانكشنال اكتيفيتي وايل بالانسنج. نفس السيكونس بتاعتنا اللي احنا عارفينها، ان العين بيبدا يعمل بالانس تريننج بروبوسيبتيف تريننج او سنس اوف بوزيشن سنس اوف موفمنت، بعد كده يقف على رجل واحده، بعد كده يقف مفتح عينيه على رجليه الاثنين يعني كلوز كينيتيك شين وهو مفتح عينيه كلوز كينيتيك وهو مغمض عينيه، وبعدين يقف على البالانس بورد وبعدين انتروبوستيرو وبعدين ميديو لاترال اوبن ايز وبعدين كلوز ايز باي لاترال وبعدين يوني لاترال باي لاترال اوبن ايز وبعدين يوني لاترال اوبن ايز باي لاترال كلوز باي لاترال باي لاترال كلوز ايز وبعدين يوني لاترال كلوز ايز. بعد كده يبدا يشتغل على سوفت سيرفيس عشان البروبوسيبتيف رياكشنز البروجريشن بتاع البالانس تريننج اللي موجوده في الاس ال وموجوده في المانيسكاس هي نفسها اللي بنعملها الانكل سبرين. وبنبدا بالانتروبوستيريور وبعدين الميديو لاترال لان المشكله بتبقى ميديو لاترال لان ايفيرجن بلانتر انفيرجن، وبعمل بروبوسيبتيف تريننج على البالانس بورد او الروكر بورد عشان امبروف البلانتر والدورس فليكشن اكسرسايز. فانكشن اكسرسايز الجامبنج والهوبنج والنط الحبل والرننج should be concerned committed when the athlete is pain free has full range of motion and adequate muscle strength and proprioception. ده الروكر بورد، ده الفانكشن او الترومبلين اللي بيعمل عليها يونيلاترال يونيلاترال ويت بيرنج، وهي الترومبلين ده الفكره فيها انها بتبقى سوفت على سوست فالجراوند رياكشنز فورس بيقل فاللود بيبقى او الفاسيليتيشنز او الستريس بيبقى اكتر على البروبوسيبتيف ريسبتورز والبالانس ريسبتورز كلها البالانس كنترول كلهم الاوبتيكال واللابرنسين والبروبوسيبتيف. وابدا اتشينج الايه الدايركشنز بتاع الاكتيفيتي كفانكشن ترين. الروكر بورد كان بي يوز تو انيشيت ستيجز اوف ريهابيليتيشنز فور ريستابليشمنت اوف دورس اند بلانتر فليكشنز بلانتر فليكسورز سترينسنج دورس فليكسور سترينسنج ده ايه بلانتر فليكسورز بي دورس فليكسورز سي انفيرتورز دي ايفيرتورز. Decrease in the flexibility of the gastrocnemius can result from a number of dysfunction including dysfunction of the subtalar joints or transtarsal joints and ankle sprain high heel footwear or poor gait running mechanism. يبقى يعني بيجري بابنورمال جيت بابنورمال باترن اوف رننج اللي هو بياخد الجري على مش على طراسيف صوابعه ده بطريقه الكاف ماسلز. العيان اللي بيلعب العيان اللي بيلبس الهاي هيل العيان اللي بتلبس بوينتد هاي هيل ده كله بيكون من ضمن الريسك فاكتور والمسببات بتاعت مين؟ بتاعت الابنورماليتي في ترانستارسال اند سب تايلر جوينتس، وده بليمت الايفيرجن والابدكشنز وبيعمل مور برونيشنز تو بلانتر والانفيرجن والادكشنز، وده بيخليه هايلي ريسك تو ريكرنت انكل سبين. يبقى لازم من ضمن التريتمنت بتاعي to regain the normal arthrokinematics of the transtarsal and subtalar joints. والفلكسبيليتي بتاعت مين؟ الكاف ماسلز اللي هي هتليمت الدورس فليكشن. والدورس ايفيرجن ابدكشن ده المكونات الاساسيه لمين؟ للبرونيشنز. والسترينس الدورسي والايفيرتورز. ستريتشن كاف ماسل الصوره الاولانيه اللي على الايه؟ اللي هي على الشمال، بي اللي على اليمين بطن الركبه والستريتش السوليس ماسلز. من ستاند ممكن استريتش الكاف ماسلز كلها كان الجاستروكنيميوس من اكستندد ني او ستريت ني فليكسد ني استريتش السوليس ماسل زي الصوره الثانيه اللي على اليمين اللي على اليمين تحت سوليس ستريتش. موبيليتي تيستنج فور ديستال تيبي فيبولار جوينت ديستراكشن كموبيليتي اكسرسايز وديستراكشن من ضمن الحاجات اللي بتحسن البروبوسيبتيف ريسبتورز، والنقطه الثانيه انه من ضمن الحاجات اللي بتقلل البين. وبعمل ديستراكشن وبعمل جلايد عشان ابروف الدورس فليكشن انتيريو جلايد بوستيريو جلايد تو امبروف الدورس فليكشنز، وده من ضمن الكومبوننت اوف ذا تريتمنت اوف ريكارنت انكل سبريد تو امبروف الدورس فليكشنز والدورس فليكشنز والايفيرشن والابدكشنز. ده مكونات البرونيشنز اللي هو الاكشن اللي هو الكلوز باك بوزيشن اوف ذا انكل. كلينيكال بيري كرونيك شورتنج كرونيك ادابتيف شورتنج اوف ذا سوليس ماسلز كان بي كوزد باي اكسسيف رانينج
ويك بوستيرور ويك تيبيالس بوستيرور اور ويك كوادريسبس. يبقى لو عيان اوفر برونيشنز وعنده تايتنس سوليس يبقى لازم استرينس الكوادريسبس واسترتش الكاف ماسلز السوليس واسترينس او فاسيليتيت البرونيتور تيبيالس التيبيالس فاسيليتيت التيبيالس بوستيرور. وده قلناه من ضمن الحاجات اللي بتبقى اسوشيتد ويز مين مع عيانين التيبيو باتيلو فيمورال بينز وعيان مين البلانتر فاشيتس ويز اوفر برونيشن اور سوباينيتد فيت. ومع العيان اللي عنده تيبيالس بوستيري انسفيشنسي لازم اتعامل تيبيالس بوستيري وتيبيالس بوستيري تندرنس وانسفيشنسي لازم اتبع الكلام ده برضو معايا. ستاندنج يونيلاترال بايلاترال ستاندنج يونيلاترال كاسترينسين كاف ماسل سوليس جاستروكنيمس بلانتالس بالانس بايوميكانيكال انكل بلاتفورم سيستمز. ده من ضمن الحاجات اللي بتستخدم للاسسمنت للتريتمنت البروبسبتيف ديفكتس في حاله الريكرنت انكل سبرين او الانكل انستابيليتي. بعمل سترينسنج للفليكسورز هيب لان السيمكانيتك باترن فليكشن دورس فليكشن. يعني انا بتني طالما بعمل فليكشن يبقى لازم معاه دورس فليكشن. يبقى انا بعمل سترينسنج للفليكسورز عشان ده سيمكانيتك باترن بتاع مين الدورس فليكشن. واعمل سترينسنج للابداكتورز لانها اسوشيتد ويز ايفيرتورز كبروبروسيبتيف نيورو ماسكولار فاسيليتيشن بي ان اف تكنيكس. باستاتيك ستاندنج بالانس على ايه فوم مات وده عشان اقلل جراوند رياكشن فورس اقلل جراوند رياكشن فورس فده فاسيليتيت وينهانس البروبروسيبتيف ريسبتورز. سنجل ليم ستاندنج بالانس ووبن بورد تمبروف البروبروسيبتيف. ده الهاف بول بيعمل عليها فاسيليتيشنز للادلانجز اكسرسايز كتريننج فانكشن تريننج على الفوم نفس الكلام بيقف على الفوم ويبدا يعمل سترينسنج للكونترالاترال ابداكتورز ريتيرن تو سبورتس. ريتيرن تو سبورتس از بيرميتد وين فانكشن اكسرسايز كان بي برفورم وزود بين. لما العين يقدر يعمل كل الفانكشن تريننج وزود بين ديورنج اور افتر اكسرسايز وايل بيرفورمينج ريهابيتيشن اكتيفيتي اند upon return to sports added ankle protection as required. This can be provided either with taping or bracing. يبقى العيان ده هيرجع للسبورتس ولكن اكون متاكد انه عمل كل الاكتيفيتي الفانكشن تريننج اكتيفيتي الجوجنج والبوليمتريك تريننج والفانكشن تريننج كلها وزود بين during الاكتيفيتي and both activity. treatment of grade 3 injury. treatment of grade 3 ankle injury requires initial conservative management over a 6 week period. If the patient continues to make good prognosis and is able to perform sporting activity with the aid of taping or bracing and without persistent problem during a following activity surgery. لو العيان ما قدرش يوصل للفانكشن اكتيفيتي خلال اسابيع لازم ده محتاج سيرجري. may not be required if however despite appropriate rehabilitations and the protections the patients complain of recurrent episode of instability or persistent pain then surgical reconstruction of the lateral ligament. ده اللي هيكون الحل لما يكون خلاص ويرجع حصل له ريكرنس. يبقى السيرجري امتى indicated لما يحصل ريكرنس انكل وعملنا الايديال والاوبتيمال بروجرام اوف ريهابليتيشنز ورجع وحصل له بينه حصل له ريكرنس. فولوينج سيرجري it is extremely important to undertake a comprehensive rehabilitation program to restore full range of motions strengthening and proprioceptive sense of position sense of movement. ده بروبريسبتيف نوت بالانس تريننج. البالانس ده جو البالانس ثلاثة كومبوننت اللي هو الاوبتيكال رايتنج واللابرنسين والفيستيبولار سيستم الفيستيبولار واللابرنسين والاوبتيكال رايتنج بروبريسبتيف. البروبريسبتيف ده السنس اوف بوزيشن سنس اوف موفمنت. ميديال ليجامنت انجري. ميديال ليجامنت انجري دونت اوكير از فريكوينت از لاترال ليجامنت انجري. يعني دلتويد ليجامنت ليس كومن بيكوز اوف ذا دلتويد ليجامنت ريكواير كونسيدرابل فورس تو بي دامجد اوكيجنالي زي مي بي seen in cognitions with lateral ligaments injury. maybe مع lateral ligament injury تلاقي medial ligament injury. medial ligament injury may occur with fractures وهتلاقي دايما مع الفراكشرز or medial malleolus of the medial malleolus or damage of the articular surface. treatment medial ligament sprain should be treated in the same manners as lateral ligament sprain although return to activity may be prolonged. هو هيتعامل بنفس الطريقه وبنفس السيكونس وبنفس بلان اوف تريتمنت زي اللاترال كولاترال ليجامنت او اللاترال او انفيرشن سبرينز او انفيرج او لاترال ليجامنت سبرين ولكن بشيء من التحفظ. بعد كده لسه عندنا البوست بوتس فراكشرز اور باي مانوال فراكشرز فراكشرز افكتنج وان اور مور اوف ذا مانوال لاترال ميديال بوستيريو از نون از بوتس فراكشرز. ات كان بي ديفيكلت تو ديستنجويش كلينيكالي بتوين ذا فراكشرز اند
moderate to severe ligament sprain. Both conditions may result from inversion injury with severe pain. عشان كده احنا بنقول في السبرين جريد 2 it is من الافضل ان احنا نكونفيرم الدياجنوز بتاعتنا بالاكس راي. جريد 3 لو انا متاكد ان جريد 3 سبرين it is mandatory to do اكس راي، لان انت صعب جدا تعرف الفراكشرز من السبرينز لوحدها، ايزوليتد فراكشرز ولا سبرينز، مستحيل تعرف السبرين من غير ما يكون معاه فراكشرز الا بالاكس راي. يبقى في جريد 3 سبرين انكل سبرين it is mandatory to do اكس راي. جريد 2 يفضل، جريد 1 مش محتاج نعمل اكس راي. Persistent ankle pain، ايه الاسباب اللي ممكن تعمل persistent ankle pain؟ It is in most severe ligament sprain the patients progress satisfactory so the rehabilitation process. However there is a significant group of patients who don't progress well and complain of persistent pain. بعض العيانين بتوع السبرينز كلهم بيتحسنوا وبياخدوا نتائج مرضيه جدا self satisfactory outcome، ولكن بعض العيانين بيبقى عنده persistent pain. ايه الاسباب بتاعت persistent pain؟ واحد inadequate rehabilitation، ما خدش التأهيل بتاعه العلاج الطبيعي بتاعه سليم. Osteochondral fractures of the dome of the talus، يعني عملت البروتوكول بتاعه والعيان لسه عنده سيب، لازم تعمل MRI to confirm the diagnosis بتاعك وتشوف what about the chondral lesions. النقطة الثانية dislocated of the peroneal tendons، وده مع severe inversion angle، وده هتلاقي tibialis peroneus longus وبريفز مش في الجروب بتاعهم اللي posterior to the lateral malleus، هتلاقيهم anterior lateral lateral malleus. ده بال MRI. Chronic synovitis of the ankle، recurrent synovitis و chronic synovitis نتيجة severe trauma. Chronic ligamentous instability. Sinus tarsi syndrome، ده من ضمن الأسباب بتاعت ال persistent ankle pain. Anterior impingement syndrome، posterior impingement syndrome of the ankles، دي محاضرة كاملة. Anterior lateral impingement syndrome of the ankles. بعد كده ruptures of the tibialis posterior tendons with the most common في الاوفر برونيشنز اور السيفير برونيتد اور ريجيد فلات فيت. reflex sympathetic atrophy مع الديسيوز وعدم التحميل، وده بيبقى associated with دايما مع البايمالور فراكشرز اور اي فراكشر كالكينيوس او فراكشر اي فراكشرز في الانكل ديليد يونيون وعد ايمولايشن فتره طويله ونون ويت بيرنج، دايما بيحصل reflex sympathetic atrophy اور orthotic atrophy. Other fractures avulsion fractures of the base of the fifth metatarsal, fractures of the lateral process of the talus, fractures of the anterior process of the calcaneus, fractures of the posterior process of the talus. دي بعض الفراكشرز اللي بتحصل around the ankle. احنا البروتوكول بتاعنا بتاع الفراكشرز اللي احنا ما بنعالجش الفراكشرز كعلاج طبيعي، احنا بنعالج العيان while immobilization and post immobilization during immobilization and post immobilization، ونعرف مين لو العيان ده عنده فراكشرز تو رول اوت ونبعته اندر از نوت اندر ذا سكوب اوف فيزيكال ثيرابي تريتمنت، ابعته للجراح بتاعه ريفير عشان العيان بتاعه لو هو جالي لو انا اتعاملت او العيان جالي كنت انا بشتغل في مجال سبورتس ميديسن ولقيت فراكشرز يبقى لازم افير العيان ده للاورثوبيديك سيرجن عشان يشوف الايه التريتمنت بتاعه. ان انكل انجري that is inadequately rehabilitations may be resisted with persisted pain and loss of function. This usually occur with increased activity level. The common problem associated with inadequate rehabilitations are loss of range of motion. Inadequate rehabilitations بقى تبقى associated مع ايه؟ هيبقى loss of range of motion especially dorsiflexions weakness of the peroneus muscles and impaired proprioception. يبقى العيانين اللي هم بقى عندهم ankle injury وبيرجعوا وعندهم persisted pain اتوجد ان البروبلم ليست بتاعتهم دايما بتكون ايه؟ loss of range of motion especially ankle dorsiflexion weakness of the peroneus muscles and impaired proprioception. يبقى لازم نعمله عشان نبقى عملنا الادكوت او الايديال بروتوكول اوف rehabilitations لعين الانكل انجري او الانكل سبرين از امبروف الانكل dorsiflexion عن طريق امبروف الاكس بتاعت السوليوس والجاستريك نيمبس، امبروف الارثروكنيماتكس على مستوى ستيلوكلور جوينت عن طريق البوستيريو جلايد اوف ذا تيرس اون ذا مورتس، امبروف الاي فيرتورز سترينث، امبروف الدورس فليكسور ماسل سترينث، امبروف بروبسيبت مانجمنت انفولف ريستوريشن اوف فول دورس فليكشنز باي اكتف اند باسيف موبيلايزيشن اوف ذا انكل جوينت، ا بروجرام اوف سترينث اكسرسايز فور ذا برونيال ماسلز بروبسيبت اكسرسايز. ده كان الخلاصه بتاعت الكلام. احنا كنا اتكلمنا على حاجات كتير وقلنا اكسرسايز
واتكلمنا على الانكل سبرين، واتكلمنا على البوتس فراكشرز، واتكلمنا على الدلتويد ليجامنت سبرينز، واتكلمنا على الفراكشرز اراوند الانكلز، البيز اوف ذا فيفس والدومز والبوتس فراكشرز. نتكلم بقى النهارده ايه بقى الايفيدنس بتاعت كل حاجه. والله اكسرسايز تريننج انكلود، الاكسرسايز عباره عن اللي هنعملها لعين الانكل، عباره عن انترفينشن تو ريستور رينج اوف موشن سترينث اند سينسو موتور فانكشنال. دي كان various form of exercise training have been shown to result in more rapid recovery for sprain of any severity. يبقى الاكسرسايز تريننج وجد انها بتجيب نتائج وبتسرع من التئام الاربطه ايا كانت السيفيريتي بتاعتها. الاكسرسايز تو ستور رينج اوف موشن والسترينث مهمه جدا وده تاثير قوي جدا على الفانكشن. Although one study with eventually with abundant contradictory finding found that supervised rehabilitation was not superior. Supervised rehabilitation was not superior to conventional treatment for recovery in the participant in the يعني الفكره كلها ان هم عملوا دراسه كانت بتقارن السوبرفايزد اكسرسايز بالعيان بتاع الهوم بروجرام، وفي تضارب بين الكلام ده، ولكن كلتا المجموعتين اتحسنوا، ولكن المجموعه اللي خدت سوبرفايزد اكسرسايز بروتوكول او فيزيكال ثيرابي بروتوكولز كان فيها الافضل. There is a little evidence for the use في little evidence there is a little evidence for the use of electrophysical agent for treatment of ankle sprain. يبقى كل الالكتروفيزيكال ايجنت عليها little evidence في مين؟ For the treatment of acute ankle sprain. Ultrasound is not effective and should not be used in the treatment of acute ankle sprain. لما نرجع للارقام دي اللي 126 127 دي الابحاث، دي ارقام الابحاث هنحط الريفرنس في الاخر. ترجع للابحاث دي هتلاقي البيبرز والديزاين بتاعها وكل حاجه. يعني دي 102 دي منشوره في الجورنال اوف اثليتيك تريننج سنه 2013. البيبر الثانيه اللي كانت بتقارن diagnostic treatment and prevention of ankle sprain and evidence based clinical guidelines دي منشوره 2012 في البريتش جورنال اوف سبورت ميديسن 104. دي بيبر منشوره في الجوزبت جورنال اوف اورثوبيديك اند سبورت فيزيكال ثيرابي سنه 2013، ودي بتتكلم على الانكل ستابيليتي اند موفمنت كوردينيشن امبيرمنت. ماشي. البيبر 123 دي كانت التايتل بتاعها Comparison of conventional treatment and supervised rehabilitation for treatment of acute ankle sprain systematic review. Systematic review وده في الجوزبت 2005. البيبر الأخيرة اللي هي 124 ده multi center study randomized control trial كانت بتتكلم على supervised exercise for adult with acute lateral ankle sprain. و البيبر 125 كانت بتتكلم على الايفيدنس بيز تريتمنت فور انكل انجري 2010. البيبر 126 بتتكلم على ثيرابيوتيك الترا ساوند فور اكيوت انكل سبرين، وده سيستماتيك ريفيو 2011. دي الابحاث اللي احنا ايه اعتمدنا عليها. وكده احنا ان شاء الله خلصنا الانكل سبرين او خلصنا الانكل كامل اسسمنت وتريتمنت. ربنا ييسر ان شاء الله. كده احنا تخلصنا الانكل، غطينا البلانتر فاشات، غطينا الانكل سبرين، غطينا التندو اكيلس، ريترو كالكينيال بلسايتس، بس ما عملناش الريهابيتيشن بتاع التندو اكيلس. احنا عملنا التندو اكيلس كفيزيكال ثيرابي تريتمنت في حالات التندنايتس والبرسايتس ريترو كالكينيال برسايتس. اتكلمنا على الاسسمنت، اتكلمنا على الكولاترال ليجنت موست كومن انجري، اتكلمنا على البلانتر فاشات، اتكلمنا على التبالس بوستيريور انسفشنسي وازاي نمانج الديسلوكيشنز بتاع البرونياس تيرش البرونياس ده في السيفير والتريتمنت بروتوكولز ده الجايد لاينز الاساسيه. وقلنا في معظم حالات الانكل انجري بيبقى دايما كان الاصل لما وجدوا كان الموست كومن ديفكت والموست كومن ديس اوردرز اللي فيها ديفكت او قصور في علاجنا كان عباره عن الليميتيشن بتاع الدورس فليكشنز، الويكنس بتاع الايفيرتورز، البروبريسبتيف ديفكت. لما بنحسن البروبريسبشنز ايا كانت مشكله الانكلز، لما بنحسن الدورس فليكشن رينج اوف موشن، لما بنحسن الايفيرتورز والدورس فليكشن سترينث، العين ده يكون معظم عين البرزيست انكل بين بتحسنه. كده تمام، كده احنا تقريبا خلصنا الانكلز. ان شاء الله باذن الله مع بعض المحاضره اللمبر، وهناخد جايد لاينز اوف لمبر اسسمنت اند تريتمنت مع بعض. يعني احنا كده بقى لنا اللمبر سباين اور لوباك بين،
هناخد في اللوبك بين محاضرة تقريبا كاملة، بس هنقسمها على جزئين. الجزء الأول هيتكون من Physical Therapy Guidelines for Low Back Pain Assessment، والمحاضرة التانية هتبقى Physical Therapy Guidelines or Evidence Based Treatment for Low Back Pain. دي هيبقى دي المحاضرة اللي بالنسبة لي معاكم في اللامبر أور الباك بين، نعملها إن شاء الله بإذن الله ونرفعها، عشان يبقى إحنا كده خلصنا إيه المطلوب، والمطلوب مننا إحنا كشرح، والمطلوب منكم أنتوا كمذاكرة، ربنا يعينكم عليه.